افتتح سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام رئيس مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، يرافقه السيد مجري بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام المهرجان سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الذي يقام على هامش المهرجان في دورته 16 بحضور رؤساء وممثلي الهيئات الرسمية والخاصة للإذاعات والتلفزيونات الخليجية والمسؤولين والإعلاميين والفنانين الخليجيين والعرب. وقام سعادة وزير الإعلام بجولة في أرجاء السوق اطلع خلالها على ما اشتملت عليه من أجنحة للمؤسسات والأجهزة وشركات الإنتاج، بالإضافة إلى ما تم عرضه من أجهزة بث وإرسال وتقنيات حديثة، مشيدا بما تتسم به السوق من تميز في التنظيم وتعدد في الجهات المشاركة. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يواصل هذا العام مسيرته الناجحة في ظل التقدير والمكانة التي وصل إليها على خارطة المهرجانات الفنية، منوها بانعقاد المنتدى الخليجي الثاني للإعلام ضمن فعاليات المهرجان بالتزامن مع كون المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024، ما أسهم في جعل برنامج الندوات وورش العمل ثريا بالموضوعات التي تناقش واقع ومستقبل الصناعة الفنية والإعلامية. وأعرب سعادة وزير الإعلام عن سعادته وشكره وتقديره لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج على جهوده الكبيرة في تنظيم المهرجان ولكافة الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة المشاركة. ما في شك أن رعاية سيادة جلالة الملك لاجتماع وزراء الإعلام العرب هي حقيقة دافع كبير لأعمال هذا الاجتماع، ورعاية سيد سمو الشيخ خالد لمهرجان الخليج لدعوة التلفزيون أيضا هي الدافع الأكبر حقيقة اللي شجعنا بأن نقدم نسخة مميزة لهذه العام. وأيضا السنة تحتفل البحرين بمرور 30 عام على استضافة مهرجان الخليج لدعوة التلفزيون واستحداث جائزة الدانة، فإن شاء الله بإذن الله نقدم نسخة مميزة كما تعودنا السوق يقدم الأجدد والأحدث في مجال الإنتاج الإعلامي. جميع الدول المشاركة من خلال تلفزيوناتها وإذاعاتها ومنصاتها الإعلامية المختلفة كلهم في جناحها قدم مستوى جميل وأفكار مبدعة وإنتاجات مميزة. الحقيقة استمتعت بالاطلاع عليها أنا وزملائي اللي شاركنا بحفل الافتتاح. هني جميع المشرفين على الأجنحة على نجاح بنائهم لهذه الأجنحة وإعدادهم لما فيها بشكل مميز. احنا حقيقة مملكة البحرين متشرفين بتواجدكم جميعا كوسائل اعلام وكضيوف على مملكة البحرين، ونتمنى لكم ان شاء الله اقامة سعيدة والاستمتاع في مهرجان الخليج للدعوة والتلفزيون. لا شك ايضا ان اليوم هذا السوق تميز بانه يكون في مساحة للمحاضرات والندوات العلمية تقدمها نخبة من المميزين في المجال الاعلامي. خليجي يحتفي بالإبداع الإعلامي ويحفز المبدعين لمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الاحتراف والتميز وتعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك. وتأتي انطلاقة فعاليات سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والذي يقام على هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ليلعب دورا مهما في تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة. نعم، احنا دولة الإمارات وبشبكة أبوظبي للإعلام حريصين وايد ان احنا نكون مشاركين في المهرجان الخليجي في تبادل خبرات، في افكار برامجية جديدة، في امور كثيرة احنا محتاجين لها هي للتبادل خبرات. اليوم الإعلام كصنع للمحتوى الخليجي هو التركيز الأساسي لجميع التلفزيونات الخليجية، وبالأخص يعني مشاركاتنا في المهرجانات هذه لتبادل المعارف. السوق المشترك دوره كبير في تبادل الأعمال بين دول الخليج، في اكتساب الخبرات، في عمل ورش تثقيفية للكتاب، في وأيضا عمل ورش للمخرجين. التقينا بكثير من الكتاب والمخرجين هنا ونتشرف بالعمل معاهم. نسعى دائما لتطوير الدراما القطرية، ونحن لا ننافس إخواننا في الخليج بل نشاركهم هذا النجاح، وإن شاء الله نرتقي بدرامتنا لأعلى مستوى.
مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يعد منصة مثالية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها صناعة الإعلام في دول الخليج العربية، وذلك بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبنية تنظيمية مرنة ومواهب مبدعة وإنتاج إعلامي متميز. أنا وظيفتي كممثل لمهرجان التلفزيون العالمي بمبكم بكان بهمني الإنتاجات العربية توصل للعالمية، هذا اللي أنا ببغى يعني عبطت بالمنتجين إنه ببلشوا يطلعوا شوي من نطاق الخليج ومن نطاق العالم العربي لنوصل أعمالنا للعالم. السوق الخليجي المشترك والذي يقام على هامش المهرجان يمثل واحداً من أفضل ملتقيات التميز الإعلامي ومنصة مهمة لإبراز الإنجازات الفنية والتقنية التي يشهدها الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في الخليج والمنطقة العربية، ويتيح المجال للإطلاع على تجارب نوعية في القطاع وعقد شراكات جديدة مع شركات الإنتاج. تجمع إعلامي وفني خليجي يجمع نخبة من النجوم الإعلاميين في سوق الإنتاج المصاحب لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، والذي يعد فرصة ذهبية للتعريف بأهم إنتاجات المؤسسات المشاركة والتسويق لها. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.